سكان حي الخنكة في حالة غضب، متضررين من استخدام اسم الخنكة في الأعمال الدرامية، فحسب روايتهم بأن الدراما تستخدمه كما لو أنها أصبحت عاصمة للجنون أو المرض النفسي، ولتحقق المكاسب المادية للقائمين على مثل هذه الأعمال، ويعتبرون أن الخنكة بها مناطق ذات تراث بما تحويه من مناطق زراعية وصناعية ومساجد ومناطق أثرية، وأنها سلة غذاء القاهرة الكبرى. عايزين نعرف من حضراتكم متضررين في إيه من استخدام الدراما لاسم الخنكة؟ أولاً بسم الله الرحمن الرحيم، إحنا بالنسبة لمدينة الخنكة يعني دايماً بنشوف إن الإعلام وخاصة المسلسلات والأفلام السينمائية بتصور الخنكة وبتختزلها في واحد بس وهي مستشفى الخنكة، مش أكتر من كده، ودي أساساً بتسوق إيه صورتنا إحنا وأولادنا، وحتى إحنا أيام ما كنا طلبة يعني حتى كانوا بيوصلوا لنا إحساس إن إحنا ما نقولش إن إحنا من الخنكة، ليه؟ كل اللي يتصور الخنكة يتصور إن الخنكة هي عبارة عن مستشفى وسور، وكل الناس اللي في داخلها دول هم ناس مجانين. تاريخ الخنكة مبدئياً من 720 سنة سلطان محمد بن قلاوون هو أول من أنشأ الخنكة وسماها خانقة، وخان دي معناها مكان بالفارسية، خان معناها مكان، وقاء معناها تمركز الطرق الصوفية، مكان بيتعلموا فيه الناس ويدرسوا لهم فيه ويعيشوا فيه، وبعد كده ينتقلوا لأماكن أخرى عشان ينقلوا علمهم للأماكن الأخرى. بعد كده بسبعين سنة جه السلطان الأشرف سيف الدين بن صباي، هو اللي عمل، هو اللي بعد مرضه عمل زي ندر، قال أنا لو شفيت من الندر دوة أنا هبني مسجد في المكان دوة. وبعد ما شوفيها تماما كان بعد احتلال القبرص. يجي المؤلف بتاع المسلسل الأستاذ محمود دسوقي يستغل الاسم وقوته في حين أصلا ما فيش أماكن، ما فيش تصوير في الخنكة، ما فيش أي حاجة حصل في الخنكة، يستغل قوة الاسم ويسمي المسلسل باسمه. طب ليه ما سموهوش العباسية؟ سماه الخنكة ليه؟ بيستغل الاسم. احنا عايزين نغير الصوره الذهنيه. المشكله اللي احنا بنقابل دلوقتي للمسلسل اللي عاملاه الفنانه طبعا غادة عبد الرازق الخنكه، بنقابل دلوقتي من قبل ما المسلسل يتعرض الخنكه، هو انتم من الخنكه؟ طبعا غير ما قبل ذلك، فطبعا ده مرفوض، اللي هي تحصر ناس بالعائلات بالكم اللي فيها وبالشخصيات المحترمه من العلماء ومن نواب برلمان. طبعا ما ينفعش خالص مسلسل زي كده ان هو ما بيناقشش اصلا العائلات بتاعه الخنكه، لا ده بيناقش بس اسم الخنكه بحيث ان هو يتم التريقه على مدينه الخنكه، وده طبعا مرفوض بكل المقاييس. حضرتك شايفاه استغلال للاسم وللمنطقه؟ طبعا، لان في كمان العباسيه زي ما الاستاذ اللي قبل تفضل وقال ان في اسم العباسيه، ما تمش استغلال اسم العباسيه ليه؟ احنا كده بالخنكه مثلا ايا كان اي حد دلوقتي هينزل مثلا بطاقته مكتوب فيها الخنكه، يبقى انت عليك اجراءات باطله، يبقى انت اكيد هربان مثلا، يبقى انت في ترتبات غير قانونيه ممكن تحصل للفرد او للطفل. مسلسل الخنكه ده عمره او مفيش كاميرا جت مستشفى الخنكه ولا دخلت مستشفى الخنكه، واللي نعرفه عن المسلسل ان هو تقريبا اتصور في مستشفى العباسي. اما بخصوص الخنكه بقى او الغرض ان اتعملت المستشفى هنا في الاصل، الخنكه معروفه بناسها الطيبين، ناس طيبين محترمين في حالهم، ما بيحبوش يتدخلوا في اللي ليهم في اللي مالهمش فيه. انا وجهه نظري ان هو يدرج من ضمن مشاهد المسلسل احياء الخنكه باثار الخنكه ولو حتى في مشهد او مشهدين، مش بنطالب باكتر من كده، مش هنقدر نحرم جمهور او من مشاهده مسلسل او عرض عمل فني نقدر نحرم الناس منه، لا احنا بنقول ضيفوا بقى منكم وحطيتوا اسم الخنكه، يبقى نضيف مشاهد بتصور ان الخنكه مدينه متكامله فيها حياه فيها الكلام ده. واحنا كمحامين محكمه الخنكه هنا وانا كرئيس رابطه محامين الخنكه، احنا هنعمل دعوه قضائيه لوقف هذا المسلسل، لان ما ينفعش انت عاوز تصدر تعمل مسلسل وتذكر فيها اسم الخنكه، اذكر الخنكه بمزاياها وعيوبها، ما تغتزلنيش في مستشفى. الخنكه احسن صوره في الدنيا، ما ينفعش اللي هم بيقولوه ده خالص، احنا رافضينها خالص خالص خالص، لان كده بيشوهوا صورتنا في كل مكان وهي كويسه قوي. انت عندك الخنكه هنا ماشي، ده لقب بيتقال على الاسم الخنكه عشان مستشفى الامراض النفسيه ماشي، انت عندك هنا في سوق بيجي له ناس من جميع مصر كلها هنا، سوق اسمه سوق السبت ماشي كده، وعندك الدنيا كلها هنا يعني ناس عاقله وناس محترمه ما لهمش مثلا اللي هم مجانين والكلام ده كله ماشي، وهنا البلد يعني انت عندك الخنكه دي كلها هنا، دي كلها هنا عائلات. الخنكه دي ما فيهاش حريم، ومدام غاده مفبركه التمثيليه دي، لان الخنكه هنا رجال بس ما فيهاش حريم، صورت فين؟ ما جاتش الخنكة أساسا عشان تصور مسلسل زي دي. بالنسبة للمسلسل المعمول ده بيخلي الناس بتوع أهل الخنكة بصورة مش طيبة،
الخنكة دي بلد كبيرة، مركز كبير، يعتبر أكبر مركز في محافظة القليوبية. وبعدين الخنكة كلها ناس طيبة، ناس كلها مساجد وكلها ناس تعرف، والدليل على كده حتى احنا في ثورة ال 15 25 مفيش حاجة حصلت عندنا خالص في الخنكة، ناس طيبة، ناس محترمة.